المتحدة الحماية المدنية بوهران. صباح الخير سيدي، وشكرا لتلبيتك الدعوة. صباحك سعيد، وتحية صباحية لكافة مستمعي ومستمعات مشاهدي قناة النهار. بداية، كما ذكرنا في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة خلال هذه الساعات القادمة، أيضا ربما إقبال كبير تشهده مختلف الشواطئ بمختلف ولايات الوطن، الولايات الساحلية. نتحدث عن ولاية وهران باعتبارها قبلة ووجهة للجزائريين من داخل وخارج الوطن. ربما التحدي من طرف مصالحكم لتأمين الشواطئ وتأمين أمن وراحة المصطفين. وهو كذلك، خاصة ولاية وهران وكغيرها من ولاية الوطن تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، موجة حر كبيرة. هذا ما يلزم المواطنين بالتوجه نحو القبلة الموجهة إلى الشواطئ المسموحة للسباحة. على مستوى ولاية وهران كاين 32 شاطئ مسموح للسباحة، موزعين عبر عديد البلديات الساحلية، وبالتالي فهذا الإقبال وين اضطر واستلزم على مصالح حماية مدنية من تكثيف الجهود وكذلك تكثيف التدابير والإجراءات اللازمة، لا لشيء إلا لضمان سلامة وأمن المصطفين وحتى نضمن راحتهم على مستوى كافة الشواطئ المسموحة للسباحة. ولو أن مصالح الحماية المدنية دائما ما تدعو في هذا السياق بضرورة التوجه والإقبال نحو الشواطئ المسموحة للسباحة. نتكلم أيضا عن ظاهرة انتشار القوارب أو قوارب النزهة والدراجات المائية على مقربة من أماكن السباحة، الأمر الذي يشكل خطر وتهديد لحياة المصطفين خاصة الأطفال منهم. ربما على مستوى شواطئ ولاية وهران، هل تم تسجيل أي حوادث؟ شكرا على السؤال. الحمد لله على مستوى ولاية وهران على مقربة من الشواطئ أو على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، لحد الآن لم نسجل أي حوادث متعلقة بهذا النوع من الآليات، سواء لجاتسكي أو قوارب النزهة أو الآليات العائمة. سجلنا إلا حادث واحد وين كان يوم الجمعة 16 جوان من هذه السنة، وكان على مستوى ميناء وهران، أي بعيد كل البعد على مستوى شواطئ ولاية وهران، وين كانت المصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة البحرية للحماية المدنية، وين تم إنقاذ 13 شخص متكونين من عائلة واحدة على إثر انقلاب قارب النزهة بعرض البحر بالقرب من ميناء وهران، وين هذا القارب للأسف الشديد كان يقل عدد كبير من الأشخاص ومن دون أي معايير سلامة والأمن كارتداء سطورات النجدة، وبالتالي انقلب بهم في عرض البحر. والحمد لله لولا تدخل السريع لأعوال الحماية المدنية وفرقة الغطس وكذلك باستعمال كافة الوسائل المادية والبشرية لكان حدث أمر ما لا يحمد عقباه، أن الحمد لله تم إنقاذ كافة 13 شخص المكونين من عائلة واحدة. هذا الأمر ما يدفعنا إلى تقديم النصائح إلى الإخوة المواطنين، خاصة بالنسبة للذين يحوزون على هذا النوع من الآليات. ولو أن الدولة الجزائرية والقوانين التنظيمية تصر على استعمال هذه الآليات أو أنواع من الآليات بعيدا عن الشواطئ المسموحة للسباحة مخصصة، نعم يعني في أماكن رسوم مثل هذه القوارب، يعني أماكن مخصصة بطبيعة الحال. هناك أماكن مخصصة تحدد من طرف المصالح المختصة تكون بعيدة كل البعد عن الشواطئ أو عن ارتياد المصطافين للشواطئ المسموحة للسباحة، وكذلك عند استعمالها يكون هناك أروقة مخصصة لهذا الغرض لاستعمال هذا النوع من الآليات، سواء نتحدث عن الجاتسكي أو كذلك الآليات أو قوارب النزهة. نتكلم أيضا بالنسبة لأسباب وقوع مثل هذه الحوادث، ربما عن غياب الحس التوعوي وحجم المسؤولية لدى بعض العائلات ولدى بعض الفئة من الجزائريين، طبعا لأنه اقتراب أصحاب القوارب أو قوارب النزهة يكون بطلب من بعض العائلات.
وهو كذلك كما الامر الذي حدث على مستوى هنا ولايه وهران، وين بعض العائلات يقومون بطلب على مستوى سواء يوجد قارب نزهه، سواء قارب نزهه خاص بصياد او قارب نزهه خاص باي مواطن، يتوجهوا اليه ويطلبوا منه انه ياخذهم في رحله استجماميه مقابل مبالغ ماديه، وبالتالي فهناك دائما هناك مصالح مختصة تحددت، تم من خلالها تحديد قوارب النزهة والمعايير السلامة التي تحوز عليها هذه قوارب النزهة، خاصة بالنسبة إلى ارتداء السطورات النجدة وكذلك تواجد طوق النجاة بها، بالإضافة إلى أنها تكون هناك معايير أخرى تتمثل في عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم عبر هذه القوارب النزهة، خاصة كذلك بالنسبة لأمر آخر هو أن هادو الجيتسكي أو المعروفة بالآليات العائمة، نعلم أن أغلب المواطنين هم من الشباب أو المراهقين الذين يستعملون هذه الآلية، وبالتالي يقومون باستعراضات بهلوانية وكذلك مناورات بهلوانية بالقرب من أماكن السباحة للمواطنين، مما نعم ربما لا يملكون حتى الرخص. بطبيعة الحال في بعض الحالات قد لا يملكون الرخص، ولو أن هناك المصالح المختصة قائمة بدورها على أكمل وجه من خلال المراقبة الدورية والآنية لهذه الآليات على مستوى الشواطئ، وحتى تكون هناك عملية رضعية على مستوى الذين يستعملون هذه الآليات. كما كنت نقول لك، عندما احنا دائما نصائح تاعنا نوجهها الإخوة المواطنين لاستعمال هذه الآليات، هناك أروقة خاصة باستعمالها وهناك أماكن خاصة باستعمالها حددت من طرف مصالح مختصة طبقا لقوانين والنظم السارية المفعول، يجب عليهم تفادي التوجه بها كذلك نحو الشواطئ التي بها المواطنين، لأن في بعض الحالات ولو أنه لا يمكن تسجيل حوادث إلا أنه تسجل حالات هلع وفزع خاصة بالنسبة للأطفال نظرا لما تشكله. نعم، يعني حتى إذا لم تسجل حوادث إصابات أو وفيات، يعني ربما هذه الممارسات تعتبر إزعاج للعائلات والمصطافين في الشواطئ. بطبيعة الحال كما أقول لك تعتبر إزعاج، وكذلك خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، وحتى أن البعض يقول لك أنا ما نعاودش نرتاد على هذا الشاطئ، أو حتى يكون هناك خروج لهذه الآلية العائمة حتى يدخل إلى مستوى الشاطئ. كذلك نخاطب أصحاب هذه الآليات كذلك يساهمون معنا ومع المصالح المختصة في إيقاف هذه التصرفات الطائشة، ولو أن الحمد لله هناك حس مواطناتي لدى بعض المواطنين، إلا أن البعض منهم يستعملون هذه الأمور التي تكون بعيدة كل البعد عن الحس المواطناتي كما تدعو إليه المصالح الحماية المدنية ومختلف مصالح الدولة. يعني مثل هذه الممارسات طبعا تشكل إزعاج للمصطفين، وكذلك خاصة أنها تشكل خطر لحياتهم وحياة أطفالهم. يعني بولاية تيبازا سجلت ولاية تيبازا وفاة شخص يعني بسبب حادث قارب النزهة كان بمقربة من أماكن السباحة بأحد شواطئ ولاية تيبازا. ربما أنقيب بلالة عبد القادر، تحديات كبيرة لمصالح الحماية المدنية نظرا لكل هذه الممارسات الطائشة لبعض الفئة، ترافقها أيضا ارتفاع حصيلة الغرق، تأمين الشواطئ وراحة المصطفين أيضا. ربما هل الإمكانيات المسخرة لمصالح الحماية المدنية على مستوى ولاية وهران تكفي لضمان ربما تأمين الشواطئ بالولاية؟ بطبيعة الحال الحمد لله هناك دائما هناك استراتيجية مسطرة مسبقا من طرف سواء المديرية العامة للحماية المدنية التي تزودنا بمختلف الوسائل المادية والبشرية. فهنا على مستوى ولاية وهران، وإن كان قبل انطلاق موسم الاصطياف اللي دائما ينطلق من الفاتح من جوان ويستمر إلى غاية 30 من سبتمبر من كل سنة، وإن كان ضبط كافة التدابير والإجراءات اللازمة من خلال تسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية
من أجل ضمان سلامة وأمن المصطافين عبر كافة شواطئ ولاية وهران المسموحة للسباحة كما قلت مقدر عددها ب 32 شاطئ مؤمنة من طرف 7 وحدات عملية للحماية المدنية. عندما نتحدث وحدات عملية ساحلية هي متواجدة بالقرب من الشواطئ المسموحة للسباحة وتكون مدعومة بوحدات أخرى يقدر عددها ب 22 وحدة عملية تضاف إليها الوحدة البحرية التي كذلك يتواجد بها وسائل مادية وبشرية متخصصة من خلال فرق الغطس المكونة في مجال الغطس والإنقاذ في أعماق البحار وكذلك الإنقاذ في المسطحات المائية ومن حوادث الإنقاذ من حوادث التدخلات المتعلقة بحوادث الغرق بالإضافة إلى وسائل مادية من خلال زوارق مطاطية سريعة وكذلك صلبة ونصف صلبة من أجل التدخل الآني والفوري من أجل إنقاذ الغرقى كما حدث يوم 16 جوان على مستوى ميناء وهران. كذلك على مستوى الشواطئ وإن كان هناك توزيع لأعوان الحماية المدنية سواء بالنسبة للغطاسين من خلال 34 غطاس كذلك 34 عون حماية مدنية مهني ويضاف إليهم ما يفوق 720 عون حماية عون شاطئ موسمي أي يتم توظيفهم موسميا خلال موسم الاصطياف موزعين عبر كافة الشواطئ. كذلك من مهامهم أنهم يقومون بعملية التحسيس اليومية يقومون بكذلك رفع الراية سواء بالنسبة للراية الحمراء عندما تكون سباحة خطيرة، الراية البرتقالية عندما تكون سباحة ممنوعة والراية الخضراء عندما تكون سباحة مسموحة، لأنه احنا دائما ما ندعو المواطنين إلى التوجه نحو الشواطئ المسموحة للسباحة وتفادي التوجه نحو الشواطئ الممنوعة والغير مسموحة للسباحة، إلا أنه عندما يتواجدون بالشواطئ المسموحة للسباحة كذلك هناك إجراءات وقائية يجب على المواطن أو المصطاف القيام بها، سواء احترام الرايات في بعض الحالات يكون البحر مضطرب وبالتالي تكون السباحة ممنوعة وبالتالي ندعوهم إلى تفادي السباحة في مثل هكذا حالات بالإضافة إلى النصائح التي يقدمونها يوميا. نعم ربما نصائح وإرشادات وتوجيهها للعائلات الجزائرية وللشباب أيضا لتفادي تسجيل حالات الغرق اللي نشاهده انه في ارتفاع رهيب لحالات الغرق هذا الموسم موسم الاصطياف 2023. توجيهاتكم ونصائحكم للعائلات الجزائريه لتفادي حدوث اي حوادث على مستوى الشواطئ يعني تتعلق بالغرق او حوادث اخرى. بطبيعه الحال دائما ما نصائحنا وارشاداتنا نوجهها للاخوه المواطنين بكافه شرائحهم وكذلك من مختلف الاجناس ومختلف الاعمار. أنه أول شيء يجب التوجه نحو الشواطئ المسموحة للسباحة تفادي التوجه نحو الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الممنوعة والغير مسموحة للسباحة لما لها من خطر على حياتهم وكذلك على أرواحهم. كذلك دائما ما ندعوهم إلى تتبع النشرات الجوية التي تبث يوميا عبر مختلف وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة مرئية أو مقروءة وبالتالي ليتأكد أو ليعلم الشاطئ هناك اضطراب على مستوى الشاطئ أو توجد هناك سباحة مسموحة. كذلك نتحدث عن من التوجه إلى البيت أو مكانه إلى مكان الشاطئ بضرورة احترام قانون المرور لأنه نعلم أن في فصل الصيف وإن تكثر الحركة المرورية يكون هناك ازدحام مروري بفعل توافد الكثير من المواطنين خاصة على الولايات الساحلية وبالتالي احترام قانون المرور من خلال تفادي استعمال تجاوزات والمناورات الخطيرة تفادي استعمال السرعة المفرطة بالإضافة إلى احترام قانون المرور بصفة عامة. عند التواجد في الشاطئ فيجب عليه أولا الاستعلام عن الراية إذا كانت الراية حمراء فالسباحة بطبيعة الحال مسبوحة. كذلك يجب تفادي التعرض إلى أشعة الشمس خاصة وأننا أغلب ولايات الوطن تشهد موجات حر وبالتالي يتفادى التعرض إلى أشعة الشمس حتى لا يصاب بالإجهاد الحراري أو الصدمات الحرارية. كذلك يجب عليه احترام المسافات المحددة للسباحة من طرف أعوان الحماية المدنية.
كذلك بالنسبة للأولياء يجب عليهم مراقبة أبنائهم في الشاطئ، لأن أغلب الحالات في بعض الحالات نلاحظ حالات تيهان وكذلك أو حتى حالات غرق الأطفال على مستوى الشواطئ، نظرا يعني ضرورة التحلي بالمسؤولية بالنسبة للأولياء خاصة على مستوى الشواطئ. بطبيعة الحال، خاصة وأن بعض الحالات نلاحظ أن الأولياء يكون منهمكون سواء عبر الهاتف في 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 مواقع التواصل الاجتماعي أو في الكلام أو في أي أمر آخر يلهيهم عن مراقبة الأبناء، وبالتالي يكون هناك حالات تيهان أو حالات غرق لا قدر الله. كذلك يتفادوا السباحة مباشرة بعد التعرض لأشعة الشمس حتى لا يصابون بالتجنج العضلي او يصابون بامور قد تحدث لهم غرق، وبالتالي كذلك يتفادوا السباحه مباشره بعد تناول وجبه الغداء، لان بعد تناول وجبه الغداء يفضل ان تحترم مهله ساعتين على التوجه الى السباحه. اذا هذه هي معظم الاجراءات والنصائح التي نوجهها الاخوه المواطنين والمستضيفين حتى يكونون في امان وفي مأمن، وحتى تكون فترتهم الاستجمامية على أكمل وجه ويتفادوا الوقوع فيما لا يحمد عقبه. نعم، بتوفيق لكم ولمصالحكم نقيم باللالة عبد القادر المكلف بالأعلام لدى الحماية المدنية بوهران، شكرا لك على تدخلك معنا.